هي طرق يجري استخدامها لسرقة البيانات الإلكترونية للبطائق البنكية من مستخدمي أجهزة أو شبابيك الصرف الآلي في عدد من المدن المغربية، خبر تم ترويجه خلال الأيام الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعرف بسكيمينج، شبح أصبح يثير مخاوف العديد من زبناء الأبناك. حسيت اللي سمعنا في مراكش الصراحة تخلع كوميم، وصراحة خاصك تلقى لها شي حل باش الواحد ما يبقاش محشرها فريمون تيخلع، باش الواحد ماشي يبقى يقلب على شي، يبقى يقلب كل مره يشوف واش مشى واش تخاد ليه الفلوس ولا لا، الله يحفظ. دونك خاص يتلقى شي حل لهادشي الصراحه. كاين جوج لي كوتي اللي خصهم نحتاطوا منهم، الاولى خصنا نطالبوا البنوك يزيدوا في لا سيكوريتي ديال هادشي، الكوتي الثاني انه يمكن الانسان انه يسيكوريز راسو براسو، يديزاكتي في اون فوا يشري مثلا بغى يشري باغ انترنت ياكتيفي البايمون باغ انترنت اون فوا يسالي ديزاكتيفي، يعني واخا من وراه واخا شي واحد واخا كاع يسرق لك الكود ديالك ما يمكنلوش انه يشري به. أهل الاختصاص يعتبرون أن عملية سرقة معلومات البطاقة البنكية تتم عن طريق تثبيت بعض الأجهزة على جهاز الصرف الآلي التابع للوكالات البنكية، تمكن من سرقة معلومات البطاقة وطباعتها على بطائق عذراء وبالتالي استعمالها في أي جهاز صرف آخر وسحب المال. هي واحد لوبيراسيون اللي داروها بعض الناس اللي بغاو يسرقوا المعلومات ديال الاشخاص، المعلومات البنكيه، دوكو كيحطوا واحد جوج ديال الاجهزه اللي كيقراو المعلومات اللي مستوكين وسط لاكارت غيشي ديال لا بيرسون ولا الكود ديالو، تيهزوا هاد المعلومات كيستوكيوهم في واحد لاكارت ميموار اللي ابري كيستعملوها باش في دي كارت فيرج، اللي ابري كيستعملوا دوك لي كارت فيرج باش ياخذوا الفلوس من عند الناس من لي كونط ديالهم. وكان بنك المغرب قد وجه تحذيرا إلى المؤسسات البنكية يشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب حدوث عمليات نصب من هذا القبيل، خاصة وأن السلطات الأمنية قامت بضبط أجهزة للقرصنة مثبتة بشبابيك السحب الأوتوماتيكية في مدينة مراكش تعمل على رصد الأرقام السرية للبطائق من أجل إعادة استخدامها.